صباح الخير مشاهدي متابعي منصه ابو كبير ميديا، اهلا وسهلا بحضراتكم من داخل سوق الدهار. نحييكم كله في النازل، الاسعار بتقل، الفلفل كان وصل 30 بقى ب 15، والكوسه ب 8 كمان في اقل من كده، والبتنجان ب 12 كان وصل لحد 20، والبطاطس ب 6.5، والمجنونه بقت ب 15 من 20 ل 15، وكمان ورق الفلفل برضه نازل. اي ما انا بقول لك 15 اهو. طيب ما انا قلت 15 اه، الصوره ما بتكذبش بس تمام تمام في رمضان لا لا اهو ب 15 اهي ما احنا بنقول كان بقى ب 15 كان وصل ل 30، قلنا بقى ب 15 خلي الناس تاكل 25 كان ب 25 كمان ب 15 جميل جميل جميل. صباح الفل يا معلم. ايه النهارده يا معلم مهدي؟ منور يا معلم. ورق العنب بكام النهارده؟ الصلاه على النبي، خلي الناس تاكل، خلي ينزل. الملوخيه وريك كده الملوخيه اللي عندك. الصلاه على النبي. بلدي دي ولا ايه؟ وريني كده، ارفع الرابطه كده. ايوه ايوه الصغيره دي اللي انا ده صغيره دي بلدي، انما الكبيره قوي ديت صوب. اه ما شاء الله ب 15 برضه نزلت 5 جنيه. ما شاء الله. يا مسهل يا مسهل. الكرنب بكام النهارده؟ ب 15 كله ب 15 كبير صغير ولا في؟ والخضره النهارده بكام؟ بجنيه بس. بجنيه الواحده. والالوان والالوان ب 30، والبنجر ب 15، والليمون كمان بقى ب 12 كان وصل ل 20 نزل بقى ب 12. بسم الله ما شاء الله الاسعار ربنا يسهل، وفي النازل تسهيل على الله. الباميه اللي اتهبلت شويه هتنزل برضه، هتنزل المره دي. الاسر اللي مالك هتنزل، هتنزل المره دي، هتنزل المره دي. بصراحه ابو كبير ميديا، ابو كبير ميديا. اه صباح الفل. صباح الفل. ايوه انت الناس شايفاك. اجي لك اهو. صباح الفل. وكان تلب 17. صباح الخير يا معلمين. ايه النهارده؟ الصلاه على النبي عليك. الكل ب 25 والسكري ب 25. والنهارده في كازيون عند المعلم باربع جنيه البطيخه، باربع جنيه البطيخه كل الفرش بقى البطيخه دي كلها باربع جنيه يا عم. كل الفرش بيع عشان مصر ترتاح كده خالص. بيع بيع. صباح الفل. الكيلو بكام النهارده؟ كله عشان الشعب المصري. الواحده باربع جنيه والاستاذ ده. طب الصفر ده يروح فين؟ ايه؟ الصفر ده يروح فين؟ لا دي باربع بس انا مداري صفر يعني، واخد بالك عشان اللي يفطد بقى. صباح الفل. البطيخه ابو كبير ميديا، احنا على منصه ابو كبير ميديا. منور يا معلم. بسم الله ما شاء الله عليك. الصراحه اه حلوه برضه. الصراحه صراحه. وانت ايه؟ مش تبع الصراحه، تبع كبير ميديا. ابو كبير ميديا يا معلم. ماشي. البطيخه ب 40، كله 40 ولا دي حجم تاني اكتر؟ اه كله ب 40 ولا كله ده بس دي الحجم ده؟ دي ب 40 كله؟ كل فرش؟ والفرش كيلو ب 8 جنيه من ناحيتك. يعني ده كيلو ب 8؟ اه بس بطيخ. طب اهلاوي بقى ولا زملكاوي البطيخ؟ لا اهلاوي. احمر احمر. اه. بسم الله ما شاء الله. يعني الكيلو ب 8 وده ب 40. بتاع السوق بقى المعلمين بتاع السوق بتعمل ايه؟ صباح الفل يا معلم. احلى صباح عليك. صباح الفل. صباح الرضا. يلا كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. والسنه اللي بعد الجايه نوصل كاس العالم ان شاء الله. ما تزعلوش. ما الماتش هيتعاد؟ لا مش هيتعاد يا راجل. الماتش هيتعاد. طب لسه احنا منتظرين. خلي امرك في ربنا. يعني هو صح فيه انه اه والله لسه. لسه. والله. اه الفيفا طلب الكاميرات بتاعت الماتش. عشان بتاع الملعب حاجات وحشه كتير. ايوه صراحه الله اعلم بقى هيتعاد ولا ياخد عقاب. بس لا يتعاد يا رب. يا رب يا موسى. تفائل. تفائل بالخير تجدوه. يا رب. هطلع بطيخ كده لو هتعد. اوكي هوزع 10 بطيخات ب 40 عزبون. هي ب 40 ب 40. منور يا معلم. منور منور. هي ب 40. يا ريتني حطيت. صباح الفل عليكم. ما زلنا داخل سوق الدهار حضراتكم، وان شاء الله ماتش السنغال يتعاد. احنا متفائلين زي الناس ما متفائله. صباح الخير يا معلم. احلى صباح عليك.
صباح العسل. صباح الرضا. بكام الورقه النهارده؟ ورق العنب. البنات وريك كده حتى البنات اللي عندك دي. زي بقول له ايه؟ اديني حته اديني شويه بنات. بكام النهارده ان شاء الله؟ بكام؟ اشمعنى انت قلب الناس؟ والله العظيم زي ما الكلمه. ايوه اشمعنى انت قلب الناس؟ قول لي ايه السبب؟ هو البياع اللي بياخد كيلو من التاجر زي اللي بياخد 20؟ لا. واللي بياخد 5 كيلو زي اللي بياخد 200؟ لا. بس كده. بيع ارخص تبيع اكتر. تبيع اكتر يا حبيبي. يعني بيع ارخص تبيع اكتر. 15 كيلو ببيع بالخمسه. 5 كيلو ما شاء الله. 5 في 20 ب 100. مقفلنا ورقه. ورقه بيضة. ورقه بيضة. الصلاة على النبي. لا نبيض بكام؟ 2 جنيه. وعنده ب 12. الكرنب ده بلدي ولا بط؟ الكرنب ده في جنزوري من الناحية الثانية المناطق وده بلدي. طب قول لي بقى الناس تعرف البلدي من الجنزوري ازاي؟ تعرفه ازاي؟ قول لي بقى. بص الورقة. الورقة دي بص. دوكيتي خشنة ترجع بص. دي ناعمة والثانية خشنة. ماشي. دي ب 15 المناطق ب 10 جنيه. ما شاء الله هناك ب 10 جنيه وده ب 15. الخضره 2 بجنيه وخاص 3 ب 10. الخضره ب 2 بجنيه. الصلاه على النبي. والله ربنا يبارك لك. لا بجد والله ربنا يبارك لك بجد. رب بجد بجد ربنا يبارك لك انك ترخص على الناس. والالوان بكام؟ الالوان 25. 25 برضه اقل من الناس. يعني الاسعار دي الناس شايفانها تيجي تشتري. احنا في اول السوق يا جماعه. المعلم مين؟ عمر. معلم عمر ارخص من السوق ما شاء الله. معلم عمر ارخص من السوق. والليمون ب 12. 10 ب 100 ماشي. احنا على ابو كبير ميديا النهارده عند المعلم عمر اقل من السوق. بس مباشر معاه اعمل بس اعمل بس. الاسعار جمله. هنا الاسعار جمله مش الاسعار جمله. جمله مش قطعه. ما شاء الله. والبنجر بكام؟ البنجر ب 15. ب 15 فعلا اقل من السوق. والخس الكابوتشا ب 8 والاثنين ب 15. 2 ب 8 والاثنين ب 15. ما شاء الله. الخضره كلها ب 2 ب 2 بجنيه. والبصل 2 ب 5. 2 ب 5. عشان بقى الفسيخ جاي بقى في العيد. شام النسيم. شام النسيم بقى لجماعه الاخوه المسيحيين. اصبر لغايه ما تقول. ما شاء الله. عاوز اطلع البطيخه في البث مباشر. عاوز اشوف اهلاويه هي ولا زمكاويه؟ خليك قريب. ايوه باشا. تعال عشان بان معانا في البث مباشر. خد لك بطيخه تعال. ان شاء الله ربنا يبعت لك سوق. ربنا يحسن سوقك. ربنا يحسن سوقك. ربنا يحسن سوقك. شوف الزبون. صباح الفل عليك. صباح الرضا يا عمر. ما شاء الله انتم شايفين حضراتكم الاسعار. الاسعار. بس مباشر البطيخه لازم تبان بطيخه. تعال خد. نزلنا مع حضراتكم داخل السوق. البرتقال البلدي 6.5 كيلو ونص ب 10. كل واصر على الفطار ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الاستفندي صباح الخير يا معلم. المندولين بكام النهارده؟ ب 15. بيودع خلاص بقى بيروح. ما شاء الله. صباح الفل عليك. الفراوله بكام؟ ب 15. اسعار اشعار 15 عندك النهارده ولا ايه؟ كله 15؟ منور يا معلم. بسم الله ما شاء الله. والحركش بكام؟ امال ده ايه؟ ولا ده؟ تمر. ما شافهم بعيد بيحسبوا حرنكش. بكام التمر؟ 30. 30 ما شاء الله. والكيوي؟ كيلو ب 50. واحدة؟ كيلو. الواحدة بكام؟ 3 ب 10. 3 ب 10 ما شاء الله. منور يا معلم. نزلنا مع حضراتكم داخل سوق دهار. دهار بالغردقة. وخليكم معانا وهنشوف البطيخ. ايه؟ هنشوف البطيخ اهوت. هنشوف اهلاوي ولا زملكاوي. يلا ورينا كده. يلا يلا. لا ايش حتطلع ما تتغليش الموضوع. لا والله هتطلع عندك. صلي على الحبيب النبي. كل واحد النبي صلي عليه. عليه الصلاه والسلام. 60 تلزم ولا اجيبه قاعده ب 50. يلا توكل على الله. صلى على النبي. صلى على النبي. الشام الجديد كله على النت. الله يلا كله على النت. صلى على النبي. صلى على النبي. سكن دين على النت. كله على النت. على النت. على الهوا. على النت. الحق. صلى على النبي. صلى على النبي. الشام الجديد. الشام الجديد. الحق 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 الحق.
كله على النت كله على النت كله على النت الشغل الجديد الشغل الجديد ايش طيب معالي الصلاة على النبي الصلاة على النبي الصلاة على النبي الصلاة على النبي صلى على النبي احمد صلى على النبي ايه الحلاوه دي يا راجل صلى على النبي منور يا معلم بسم الله ما شاء الله عليك هيا خدمه منور خدمه بكبير ميديا ما زلنا مع حضراتكم داخل السوق شفت البطيخ وحمار البطيخ بطيخه ب 40 جنيه وفي منها ب 60 وب 70 حسب وزن البطيخه وما زلنا مع حضراتكم داخل سوق الدهار البصل بتلاتة ونص تلاتة بجنيه والبطاطس ستة ونص وفي الفلفل ب 12 ونص كام بطاطس يا معلم؟ كيلو ونص ب 10 كيلو ونص ب 10 ستة ونص يعني ما شاء الله صباح الفل صباح الرضا عليك والفلفل ب 12 ونص نعم يا فندم بفرض الاسعار للجورنال بس اسعار في النازل ان شاء الله ربنا يسهل على الناس كلها ما هي نازله ايه اسعار كلها نازله يا مسهل يا رب يا مسهل خليكم معانا ما تروحوش لبعيد وهنقصر بقيه الاسعار صباح الرضا يا معلم صباح الفل عليك احلى صباح الحمد لله الكوسه ب 8 والليمون فيه ب 15 وفيه ب 12 والطماطم ب 15 بسم الله ما شاء الله صباح الخير يا خال صباح الخير عليك زي ما حضراتكم صباح الفل يا معلم خليكم معانا وهنشوف كمان اسعار البقوليات اخبارها ايه الجوافه ب 12 صبح يا عم جابر صلى على النبي صلى على النبي بسم الله ما شاء الله الفول البلدي ب 18 النهارده احلى صباح عليك بسم الله ما شاء الله الناس اللي كانت بتقول الدنيا غاليه الدنيا بتنزل الدنيا بتنزل يا عم جابر هل البقوليات نفس الحكايه ولا لسه برضه ثابت المهم هي ثابته مش عايز ما تقلقش شوف شوف الزبون شوف الراجل منور يا عم جابر بسم الله ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله الترمس في العيد بقى وانت داخل بقى ده موسم ها ايوه ده حلو ولا مر ده حلو ده المستورد بتاعه بس المر بيبقى احلى كمان المر بيبقى احلى بلدي ده مستورد اللي هو الحلو ده مستورد سريع العدس ب 25 والفول فيه منه ب 20 فيه منه ب 18 وكمان الفاصوليا واللوبيا ب 24 وابو جبه ب 22 والاخبار الرز ايه؟ الرز اللي بكام يعني؟ 12 و13 بالذات جنيه جنيه يعني جنيه جنيه والفشار ب 20 واللبن ب 24 ما شاء الله والملوخيه الناشفه 35 والقرقسوس ب 50 ما شاء الله ما شاء الله والتمور بقى اسوان لي يعني كل سنه طيب بقى ده تمر سيوه ما شاء الله كام؟ السيوه ب 30 ب 30 والزبيب بقى والجوز هند والكلام ده 50 و80 50 السوداني اراسيا 140 اراسيا 140 170 وفي اطباق صغيره اللي عايز بالعشرينات حسب كل مجهود والزهره بقى 120 اللي هو الكركديه ما شاء الله ورقه ب 60 و80 لا خل لا اللوز احلى اللوز انضف حاجه المكرونات بقى يا عم جابر المكرونات زادت شويه برضه كام؟ زاد الجنيه وجنيهات زاد الجنيه حسب التصنيع برضه فيها تصنيع وده كله بقى تصنيع حسب ده تمر هندي جاهز تمر هندي تمر جندي يعني في الحر بل واشرب على طول يلا كل سنه طيب بقى رمضان كل سنه طيب وعيد سعيد ان شاء الله علينا عليك وعلى الامه الاسلاميه وخلاص بقى عدينا نص رمضان تم البدري بدري ان شاء الله لما خلقات لما خلقات على راي بلدياتنا لما خلقات كل سنه طيب حضرتك بازلنا حضراتكم داخل السوق والاسعار في النازل وفي اسعار البقوليات ثابته مفيش حاجه غلط ما شاء الله الموز ب 12 والشنطلوب ب 15 والجوافه ب 15 و12 ونص بسم الله ما شاء الله
شكرا لحضراتكم، نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. كنا معاكم مشاهدي متابعي منصة ابو كبير ميديا، وكنا في جوله داخل السوق الدهار معكم عبد الله كثير. شكرا لحضراتكم، نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.